دي اخر فيلا عندي يا عجيب بيه، بعد كده مالكش حجه. دي فيلا فخمه قوي. عارف مين جارتكم؟ واحده مليونيره من بيت ألمز. شو هالصدفه العجيبه؟ وبتعرفي مين رح ياخد هالفيلا؟ واحد مليونير اسمه زيتون ابو الذهب، اسم على مسمى. مليونير كتره الملايين. عجيب بيه، المفروض ده سر. عفوا انا نسيت. نحن موافقين على اخذ الفيلا. المدموزيل الهام رح تحضر لك العقد مع الشيك. مبروك يا عجيب بيه. ميرسي. بس ارجوكي، وجود زيتون بيك بالفيلا لازم يكون سر، لانه بتعرفي وجود واحد مليونير بيخوف من مضايقات الناس والجيران. ما تخافش، سرك كبير عن اذنك. مع السلامة. طمني، بعد ربع ساعة السر رح يكون ملي البلد. ما هم الستات ما يقدروش يكتموا السر. ما تنساش عندك ميعاد الساعة 10. عفوا انا نسيت، تفضلي. مهمتكم يا اخوان سريعة وفي غاية الاهمية. ابن عمي زيتون بيك ابو الذهب راح يكون امان بين ايديكم. امانة؟ يعني بدي تتوسع معلوماته ونجعل منه خلال اسبوع مثال الشاب الرياضي المدرن. هو انا رياضي وبزماني اخذ اكثر من 10 كاسات. سي فورميداب، يعني قصدك كؤوس فضية؟ لا، كاسات هواء. المهم بالنسبة لك يا اخ صلاح، بدي اياك تعلمه الرياضة والسبور، السباحة وسواقة السيارات واللنشات والطيارات. لا، بدون طيارات. عندك فكرة عن السواقة استاذ زيتون؟ طبعا. انا بعرف 95% من السواقة. بقعد ورا الدركسيون، بفتح الباب، بفتح الباب، بقعد ورا الدركسيون، بحط مفتاح الكونتاك بالكونتاك، بطلع يمين وشمال ولورا ولقدام، وبحط ايدي على الشباك. هذا المهم. بقي انا علي بس كيف بدي مشي السيارة. يا سلام، حاجة بسيطة. بالنسبة لك بروفيسور ألفونسو، مهمتك انك تعلمه الاتيكيت، كيف يمشي، كيف يرقص، كيف يتحدث مع الناس. سافوار بيب. واللغات طبعا، للونج طبعا، بنتعاون سوا. وانا ايه اللي مطلوب مني؟ اعلمه فن الطبيخ؟ لا يا باش طباخ، انت دورك مهم كتير، بشرح لك اياه بعدين. وبالنسبة للاتعاب ما رح نختلف. متفقين؟ Bon, c'est une belle. Maintenant, comment saluer une dame? Mais regardez-moi. Yani, Zay, bitsalim ala une dame ou une demoiselle. Regarde. Un et demi. Khatwa ou nos. Khatwa ou nos. Khatwa. D'accord, allez. Bon, commence. Rate-toi. Non. Un. Et dormi. Rate-toi. Et dormi. Rate-toi. Ou non. الحرف الصوتي بتلفظه بهالشكل. كمان مرة. Très bien monsieur Aguib, très bien. Maintenant c'est le tour du haut. Il faudrait arrondir la bouche et dire oh. Oh. So, oh. عم يقول البروفيسور انه لما بدك تلفظ الحرف الصوتي او بدك تبوز تمك وتعمل كعكة. او
يا حبيبي تعالي العلم حلو طبعا يعني لحد هلا صرت بعرف ثلاث لغات ال ولا او واللي بدي اتعلمه وبكره راح اعلمك اشياء حلوه كثير يحيى العلم ايه ده يا زيتون؟ زيتون؟ عجيب ليش وقفت العربية؟ مع اني الصبح حطيت لها زيتون اسود وزيت زيتون سبيشال قوم يا اخي قوم